السلام عليكم ومرحبا فيكم في الحلقة السابعة من تختيم لعبة Resident Evil 5. يلا بدون مقدمات زيادة خلونا نكمل. اوكي مرحبا فيكم مرة ثانية في حلقة جديدة من لعبة الشر المقيم 5. طبعا وصلنا الى تحت الارض وشفنا هالزهره هذه او هذه الزهره اصلها يرجع لبدايه هي يرجع بدايه الى بدايه قصه ريزيدنت ايفل بدايه اللعبه الاولى. القصه هالزهره هذه هي اللي طوروا من خلالها التي فيروس اللي انتشر في السبنسر مانشن في اللعبه الاولى. طبعا انا ما شاء الله صراحه مستمتع باللعبه، انا ما توقعت ان اللعبه تعجبني كده يعني. طبعا الرابعة تعتبر ستيل افضل بس لحد الان مستمتع بهذه. اقول لك مستر سامبسر وانس سبوك اوف ا فلاور كولد ستير واي تو ذا سن، يقول لك الدرج الى السماء. يقول لك هالزهرة بتعطي الشخص اللي ياكلها قدرات. أنا كمان قلت لكم بداية ال بداية التي فيروس وبداية سلسلة Resident Evil بشكل عام تبدأ من هنا. يعتبر مختبرات تحت أفريقيا ها؟ I don't know how, but they could be using them to produce biological weapons. تماما يا كريس، أنت ما شاء الله شال بي سي هذا أكبر من كريس. شغل الكمبيوتر تراي سيل. صراحة ما بقرا كل هذا كلام كثير. بوم آثار مخالب شات جان وينك. I'm ready for you liquors. هذا الباب ما ينفتح. يلا كمان يا شافه خلينا نشوف ايش بيصير. افتح. صارت هنا مذبحة. Looks like it was torn apart. تقطع ايش اسمه يقطع بواسطة حيوان. يس هذا اللي بقوله. اها عادي ما يحتاج، عندنا اسلحة كل شيء تمام. ترى في ران سلامات الحجم كده. لا اوكي انت بقتلك. ايه لا هو هو ولا هو هو مي يا حبيبي. هير وي جو. كيف مفروض ما تشوفني؟ نجرب الماجنوم الجديد. شريت ماجنوم جديد قتله بضربة واحدة. كان يمدينا ها نتسلل و مش اسمه نتسلل ونفتح الباب بدون ما يدرون، ما يشوفونهم يسمعونه بس. طبعا عندش امو كثير شبهها. خلينا نتمشى ما دام انه في اها وش بيكون هذا؟ AK-47 لا 74. من اللي قال لكم ما في؟ اذكر بيجينا مرحلة عدد كبير منهم بيهجم علينا من الليكرز. هذا محطوط هنا بشكل مريب، ليش؟
يلا يا شباب. أنا قاعد أسمع أصوات. كم واحد؟ ولي. كويس أصوات وأنت قاعد تركضي. هوري 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 هوري. عندي أمو بس ما بخسر عليهم كلهم. ادري امشي 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 شبه. اوه هو علينا. تني يا حبل ليش تركض يا شباب؟ اوكي وصل وصل تعالي. باي باي. لا اكثر من 10 يمكن باخسر الامو عليهم مره. اي اذكر هذا المكان اذكره كاني اذكره كل شيء اذكر طبعا انا ما عم سوي غشد. هذا تجارب الاوروبوروس. اه في باص هنا صدق اذكر بيكون في باص. اذكر بس ما اذكر شكل الباص اذكر المنطقه بس. الحين يوم جينا المنطقه دي تذكرت انه بيكون في باص هنا. صور؟ كانت هنا، جيل كانت قريبة منك. اوكي. ليش؟ What have they done, Christopher? Umbrella. Jill Valentine. Jill Valentine. قاعد يدور عليها ها. Jill. بيروح للمستوى او الطابق اللي موجود فيها جسم جيل. بس جيل مو موجودة اصلا. جيل اوريدي تقابلناها احنا. يقول لك يخطفوا ناس من جميع العالم عشان يجروا تجارب عليهم. اكسس دينايد ممنوع ما يقدروا يروحوا. Because of this that's why. اها داخل الباص عنكبوت ها. أذكر ما كان سهل مرة بس يمكن الحين لأن أنا صرت خبرة. شوف دقيقة يبغون نطلق على وينه. نبغى نطيحه الحين يقدر علي. Like the mouth? ليش ما خلوني اسوي داج؟ طاح 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 طاح.
شفا. ايوه ما يخليني اسوي الدوج. دقيقة اراويك انا الحين. ماجنوم براويك الحين يمكن يموت على طول بالماجنوم. تاسم قنبلة. مات. اي والله شكله مات. ايزي. ما استخدمت الماجنوم انا الا مرة يمكن. ما استخدمته يمكن حتى. لا ما مات صدقه. لو مات. مات مات مات. مات. We did this. We killed him. هذا مفروض يكون في جيل بس بتكون فاضية اكيد زي ما قلت لكم انه اوريدي قابلنا جيل احنا. بس كريس ما يدري. انها فاضية. اكسلا. You've done your homework. يلا ندور الإجابات يا كريس. Okay, we are ready. She's got us under surveillance. مراقبة إنها. Guarantee she sent that VOW to eliminate us. شكلها هي اللي خلت هذا الوحش يجي لنا عشان يقتلنا. أنا أطلع من اللاب. أتوقع إكسلا من قاتلها بعد إحنا. أدهم أسلحة الحين ها. دقيقة. You die. هذه مسلحة فمشكلة الآن. عندهم رشاشات. اوكي اوكي جيمي جيمي جيمي. ممتاز. تيم وورك. الحين اللعبة بصير اكشن مرة. ايه خلينا نجرب هذا. ثانك يو. هذا حقش. Get out of here. ما في ما نقدر نروح منه. تعال يلا خلينا نكمل. Come on يا شباب. شباب. ايوه
شكرا. صيري ذكية ولا صيري غبية. شكرا مرة. مشكلة الشابة ما تستخدم ال دقيقة ما تستخدم الأسلحة شو اسمه، تضل على سلاح واحد بس. دقيقة ما اقدر احرك له، ما اقدر احرك عليها. دقيقة يعني اخسر امو بشكل مهبول. انا ما صابه، كيف ما مت؟ ليش قاعد اخسر الماجنوم انا كده؟ ما يهمنا الرصاص احنا. مو مخلصين دول اول ول 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 دقيقة انتون. محتاج دقيقة. ادري خلنا نطلق هذا. خسرت ماجنم واجد صراحة انا. يلا خلينا نروح ابيز. كاتسين ها مرة ثانية. ليه الكاتسين؟ ها؟ اوروبوروس طبعا بيطلقوه في كل العالم. البرت ويسكر. إذا أجيال مو ميتة كيف يتوقع الرجال اللي عنده قوة خارقة يموت؟ عنده في فيروس وقوي، عنده قوة مرة خارقة. ما لا إيه. أوكي يا حبيبي. شايف الركبتي ما كفخش تكفخ ها؟ يا الله يا شايف. يلا خلاص استريح. شايف انتين ما ادري وش اقول عنش حدش. ما ادري ما تفهمي لو ويش يعني. تدري انه مفروض انها نتمشى على طول تطلق عليهم ليش؟ اتوقع ما اقدر انك لا لعبت اللعبة لحالك بدون صديق او شخص ثاني. Very nice, very nice. دقيقة. خلاص يا حبيبي خلاص. صراحة ودوا هيبة الليكرز. الليكرز هو مخلوقات تخوف ما تشوفها كثير، ما يكون واجد ولا شفتهم شو اسمه تتختل، بس احنا نمشي نقتلهم ما نخاف. هيبتهم طاحت بعد رزن جيبل 2. ها
غرفة انفجارات. يقربت. آه مرحبا حبيبي. الجيش كامل هجم. ها؟ اللي عندهم أسلحة. صراحة كذا اللعبة صارت يمكن أقل من رزينو في الفور. أنا يعني هذا الشيء ممل إن الزومبي يصير عندهم رشاشات. نننا خدي وين نروح الحين؟ وين؟ This way. آه بون ننزل تحت. آه here we go. لا كوكا كوكا ولا كوكا كوكا شبه. ايوه عندي شيء اهم يا شباب. ما بنخلص اليوم احنا. حرك يا كريس. هذا يروح سيده. ها خلص الامو اللي عندي. وش بيسوي هذا؟ كريس؟ Reload. أنا أدري ما نخلص. ماغنم رشاش. ما عندنا مجال. شبع عندها مجال بس دقيقة. ما اقدر اكتب له شفا. مشكلة ما تستخدم هذا هالعلة هذي. ما بخليها تاخذ هانجن امو. كل هانجن بيكون حقي انا. وين نروح من هنا؟ في طريق فوق لكن. ما صار شيء. ايش في هنا؟
في شيء بيطلع منهم دولة. شوف ممكن تخفف شوي. اوف صواريخ. لا حبيبي بينشروا الفيروس ذاك مكتوب عليهم اوروبوروس. اوكي الحين نشغل الكهرب ممكن او الطاقة. الحين نقدر نشغل هالسير هذا عشان نروح. جهز الشاتجان. انا اسمع اصوات ما انا شايف شيء. يا رجال خلنا نركض ونروح ونشوف. اها حشرات. سلامات. وان شوت. اوكي في علي اشياء نحتاج ان نطلق عليها. ان شاء الله بيطلع علينا مرة ثانية لانه مزعج. اذا يقدر يقتلنا بضربة واحدة هذا عور راس. خله يولي. نروح منه يعني؟ لا كيف بعد نروح منه؟ دقيقة دقيقة. حبيبي بسوف. اوكي المفروض احنا قاعدين نسوي الزقزاق بينهم كده. نا يمين يسار. روح. سلامات كريستوفر. هذا حقي هذا حقي. شوف جفا يعني انت ما قدرت تلحقيني. انا فكرت وراي. يلا تعالي يا البطيئة يا السلحفاء. يلا جمبو داون. اكسلا. الحين ممكن نقاتل اكسلا. ذكرت الان هذا الاوروبوروس. او من قاتل هذا الرجال المسكين. مرة مسكين مسكين جدا. هذا بيكون الاوروبوروس اللي زي اللي قاتلناه في بداية اللعبة. داهي جل هادي جل. هذا الاوروبوروس.
طبعا هذا لا نحرقه. الفاير هو زين ضده. منحول كل الناس الى كده. تطور. ما كان ما اقدر يسيطر على الاوروبوروس زي ويسكر. ويسكر ما تلاحظ عليه بس تشوف عوائنك انها عوائن ثعبان او سحلية. هذا الاوروبوروس راوند 2 اوف. Shotgun. ما نمزح احنا. تعالي شباب اقدر اطيح هذا. وين راح؟ وشو هذا؟ يختفي داخل الأرض. سلامات. ايه تعال. وشو هذا؟ فليم ثراور. وشو هذا؟ ليش مجمع علي؟ لا 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 شيله 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 شيله. احترق من الذين اشوف وجهه داخل. ها؟ ناك 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 داون. نكودانو. قوم. اوتش. ما علي ما علي. دقيقة دقيقة دقيقة. تعال منا. عندنا غاز. طيح هذا وانفجر عليه مرة ثانية. بوم بوم بوم. اوف. تعال. وين راح؟ اطلع منه. اوف. يا حبيبي ما عندنا علاج شكلنا.
ابغى علاج انا الحين. اه نايس. خلص الفريم ثرور. اه وشو ده شفت حاجة. اه شوت جان. في هيربس هنا؟ اتمنى في هيربس بس امو. وين راح؟ نايس. هذا خلص؟ خلص. تعال نحرق. وين هو؟ اوف روح روح روح. بيرن. اوف ما مداني اسوي داج. فكرت نفسي مات. يلا عبي 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 من جديد. عبي عبي. Not today. وينك؟ موت. وينك؟ Come back. يا هبلة يا شبت ما علي. الحبيب مو ميت؟ موت. أصعب من الباص اللي راح بمراحل. يعني ايش رايك؟ Am I okay؟ Shotgun مالي ماغنم. Aim. كيف قاعد؟ احتاج علاج. ايش سوي؟ مو راضي يموت. عبي عبي مرة ثانية. خلص الأمو اللي عندي. ما عنديش أمو. موت. مو راضي يموت. احترق احترق احترق.
اوف يا من الذين تعال احترق 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 اهرب 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 الان ما بيخلص كنت في الانيميشن مال شو اسمه مال الفليم ثرور حطه كيف كده صاب مسكني يوز 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 ما حطيته ها ما حطيته يتعبى دقيقة لحظات بأس من الذين إن في يامو رصاصتين تعبتوا نفسكم أنا مسكر طبعا ما في امو ثاني ايوه وينك تعال اراويك الان هل كان هذا نقطه ضعفه انا متاكد اني قاعد اقاتله غلط يبغون نحرقه لما يطلع هذا الشيء دقيقة خلنا نجرب مرة ثانية ما عندي آمو أبدا أوف دقيقة خلنا نجرب شوف هذا اللي نبغانا نسويه نحرقه ويطلعوا هذولة انا اضربها بس انا شكلي بحتاج اني اعود ما في فايدة شوف الفليم ثرور هذا مو مسوي شي لي يا ابن الذين يعني كيف كذا شوف انا تقريبا ميت ما عندي شيء ابدا اوكي شكلنا قاتلناه بالشكل الغلط انا زيرو امو عندي شايف عليها كل شيء اللي في بالي نطلق على دولة هاي نحرقها ترى ترى ترى
انا مبايقتني عشان شو اسمه نخلص. موت انا لازم اخليش تموت يا جبه. مت انا. اوكي خلينا نشوف ويش الطريقه ويا صراحه لاني ما اتوقع اني قاتلته بشكل صحيح. That's the same type of bioweapon that wiped out Alpha team. Yes, but this one seems much more ferocious. نطلق على الاجزاء دي اللي في جسمه. هولي شويت كانك صاير اعنف من قبل. دقيقه خلنا بدي نستخدم هذا. ما يمديني اسوي شيء. وين راح؟ اي خلينا نجرب الان. اها بسرعه تدخل. يبغوني احرقه. ها اوكي تعال منا. دقيقة عندي فكرة. تعال نطلق عليه هذا وناخذ فليم ثراور. عم برجع لاخر شيء انا. واخر شيء هذا. هذا هو السر. رجعة نطلق على أجزاء مرة ثانية. أوكي كده فليم ثراور مالي جرينيد لانشر نحاش. تعال يا جبان تعال منا عشان يمديني اطلق علي بالفليم ثراور مدة كفاية. ايوه يا شبه خليه يجي. لا مو هذا غلطت انا. دقيقة رجع. دقيقة خلنا نطلق عليه مرة زيادة. اختفى شفى. دقيقة لا تطلق علي يا هبلة. اوف صدقني عصيت وسويت داج. واخري يا ابن الذين. اوكي not today today. خلص الامر اللي عندي يا خرابي.
دقيقة، في غاز من هنا. هذا راندوم ها. أراويك من هل يا جليل الحياة. تعال منا بس. لك هذا فيطلع حين. نو مشكلة، ما نقدر نسوي كذا مدة طويلة. شفا شفا شفا، اعطيني اعطيني القنابل يا شفا. تعال دقيقة. اعطيني. تعال من براويك. جهز الشاد. دقيقة خلنا اروح ورا ارميها علي واطلق عليه من وراه. ها والله ما يمديني اطلق عليها بسرعة. يغبوها صراحة. لحد الان اصعب باص في اللعبة. يس الراوند الاول ما اعرف وش اسوي انا، لانه لازم تحرقه وش اسمه تطلق على اللي يطلع نقطة ضعفه. اوكي وصلنا لنهاية الحلقة السابعة من تختيم لعبة Resident Evil 5 Remake. اتمنى ان الفيديو عجبكم، لا تنسوا تحطوا لايك، ولا انتم مشتركين في القناة اشتركوا، وان شاء الله بشوفكم في الحلقة الجاية. مع السلامة.